ونرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر، منورنا. نجوم الكبار كابتن اسامه وكابتن علاء كابتن محمد يوسف والكابتن عادل. قبل ما نروح الماتش بس انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا، ان احيانا يبقى طاقم التحكيم محظوظ بان الكره بتبقى جميله جدا، والكره في الملعب بتبقى سهله، لعب مفتوح، مفيش احتكاكات. النادي الاهلي النهارده سهل مهمه حكم المباراه في المباراه. يعني النهارده انا شايف ان النادي الاهلي النهارده بالنتيجه سهل مهمه طاقم التحكيم، ودي حاجه احنا دايما احنا كحكام بنبقى دايما بنشوفها وبنقولها كمراقب انا المباراه، بنقول ان النتيجه والاداء سهل مهمه طاقم التحكيم. ورغم من ذلك النهارده عندنا حكم يا كابتن ايمن اللي هو حكم ابن منطقه الغربيه محمد يوسف. كان محمد يوسف من فتره واحنا كنا في لجنه الحكام كان اداؤه دايما اداء ثابت، حكم بيهتم مركز بيجري في كل انحاء الملعب، عنده رؤيه وعنده قراءه مستقبليه لطرق واساليب اللعب. طاقم التحكيم النهارده محمد يوسف ابن منطقه الغربيه، اعتقد النهارده من خلال الحالات الموجوده حاجات صغيره، ولكن بشكل عام ادى مباراه كبيره مع محمد مجيد حكم منطقه اسكندريه، ومحمد صلاح فتح النهارده مباراه ولا اروع بامانه حكم مساعد، وكان عندنا محمد سيد بكر حكم رابع. على غرفه الفار كان عندنا نادر امر الدوله من منطقه كفر الشيخ حكم من الحكام الكبار، وكان احمد حامد فهيم. هنروح كابتن ايمن للحالات، وفي حالات ايجابيه وفي بعض حالات للتطوير وليس سلبيه، يعني احنا بنتكلم هنا لتطوير اداء الحكم وليس لسلبيات الحكم. هنشوف اول حاله عندنا هنا، نروح ل حاله من الحالات المهمه جدا، وهي الهدف الاول من الاهلي في الدقيقه 4 لمروان محسن. ونشوف هنا الحكم، طبعا احنا قلنا دايما بعد كل هدف لابد ان فيه الفار بيراجع الهدف، هل في مخالفه، هل في تسلل. هنشوف هنا الهدف لحظه التمرير، هنا دي لقطه الفار يا كابتن ايمن كابتن علاء، هنا دي لقطه الفار، حاله من الحالات صعبه كابتن اسامه، صعبه جدا 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 على الحكم المساعد. اولا هنا الحكم المساعد خد قرار باستمرار اللعب وما رفعش تسلل، لما راح للفار جاب له اللقطه اللي احنا بنتكلم فيها هنا، القدم والكتف، مين يسبق مين، حاله من الحالات صعبه جدا جدا. في يعني عاوز اقول ان 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 في كل الاحيان لو قلنا ان احنا الكتف هنا موازي للقدم هنا يستمر اللعب ومفيش هنا مخالفه تسلل، وبالتالي انا بقول الهدف هدف سليم، وهعمل سبورت لحكم المساعد المتميز محمد مجيد، وهعمل سبورت لحكم الفار في ان الهدف هنا هدف سليم. لعبه من الحالات الصعبه لما نشوف هنا كابتن هنا الكتف ونشوف القدم، يعني صعب ان اي حد يحدد مين سابق، ولكن لو قلنا ان هما الاثنين على خط واحد هقول ان هنا هدف سليم للنادي الاهلي. نروح بعد كده للحاله الثانيه ونشوف سريعا، نشوف الحاله الثانيه. هنشوف بس المساعد وهقف في الاشاره بتاعت المساعد. دايما كابتن ايمن بنقول ان الحكم المساعد هنا لابد ان هو يكون ليه دور مع معاونه الحكم في اتخاذ القرارات. ثانيا محمد صلاح فتح هنا اشار بردك بتكنيك صحيح، ودي بتحتاج تدريب في الملعب، دايما احنا بنشتغل مع الحكام في انك انت لما يكون في مخالفه ادي تكنيك وادي الاشاره، وهنا محمد صلاح فتح بالحقيقه طبعا ادى الاشاره بطريقه صحيحه واحتسب مخالفه وتعاون ممتاز مع حكم المباراه. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. يلا. الحاله هنا الحكم خلى اللعب يتواصل ويستمر. نيجي نشوف الاعاده، هل في مخالفه هنا ضد وليد سليمان ولا لا؟ شوف حتى كمان اسلوب الدخول يا كابتن ايمن واضحه جدا المخالفه موجوده صحيح. وترتقي كمان للبطاقه صح. يعني يا محمد انا بقول لك ان دي حاله من الحالات المهمه جدا، يمكن ازاي انا يعني انا مستغرب انك انت خليت اللعبه توصل على اي اساس؟ شايف ان هنا مخالفه موجوده، لو نعيد تاني ونشوف هنا القدم راحت في وليد سليمان، نرجع تاني في الاعاده نشوف هنا القدم لاعب انبي، هننزل تاني هنكمل هنا يا كابتن، هنا شايف هنا المخالفه لابد كان الحكم يحسب مخالفه، وعلى الاقل كان لابد ان هو يشر البطاقه الصفراء. ده اول مخالفه يمكن لوليد يمكن ما حسبش، وهنروح للحاله اللي بعد كده. هنا الكل يعني الحكم هنا ادى مخالفه على مروان محسن كابتن اسامه، حاله من الحالات الجميله جدا اللي ان اسامه ان مروان هو اللي لعب الكوره،
مروان هنا نجح في لعب الكوره. هنا بردك انا بقول للفار انت وقفت المباراه ورجعت إيه، طب انت جبت الحكم على اي اساس؟ صح، ده السؤال اللي احنا بنقوله من خلال البرنامج لحكامنا المحترمين. من فضلك الفار احنا بنقول ايه؟ هو انا مش جابه على اساس انها بينالتي؟ اه هو جابه على اساس بلانتي. احنا قلنا كابتن ايمن تاني لحكامنا واحنا في فرقه النادي الاهلي المحترمه بنقول ان هنا مفيش مخالفه، وبنقول ان المخالفات التي يجب على الفار استدعاء الحكم فيها الواضحه الظاهره الغائبه عن الحكم. الحكم هنا قريب، واعتقد ان هنا مفيش مخالفه ركله جزاء، وهنا كان يجب على الحكم على الاقل يخلي اللعب يتواصل. يلا نروح للحاله اللي بعد كده. هنا هنشوف هل في مخالفه ولا مفيش، ومحمد يوسف يقرب يعني 5 متر، ويمكن وليد هنا بيقول له ان في مخالفه هنا على لاعب انبي. هقف بس هنا قبل ما لاعب انبي يلعب الكره يا كابتن او ينجح في لعب الكره. هنا شايفين هنا الركبه في السمانه من تحت، المخالفه هنا كانت موجوده. يمكن وليد شويه يعني يتكلم مع الحكم وباسلوب راقي، ولكن هنا شايف ان هنا محمد كان هنا في مخالفه لوليد، دي يمكن ثاني مخالفه لوليد لم تحتسب في المباراه. هو بمناسبه ان حضرتك معانا هنا يا كابتن وليد، طبعا انفعل ان الحكم ما ادوش حقه بالظبط، ولكن مع ممكن لو مع حكم ثاني الاعتراض ده ممكن الحكم يدي وليد انذار عليه. بس كابتن هي تختلف من حكم لحكم، يعني هناك حكم هادي كابتن اسامه هادي كده، ويعني وهو يعني بيلتمس العذر للاعب. هناك فرق بين الاعتراض اللي هو كابتن ايمن ايه؟ تعترض باسلوب يعني لابد انك تاخد بطاقه فيه. ايوه. واعتراض انت بتقول الحكم انا في فاول ليا يعني. أي. هنا انا شايف ان هنا وليد يمكن بيتكلم بهدوء مع الحكم ان انا الفاول مخالفه ليا، ودي يمكن ثاني مخالفه احنا بنتكلم فيها لوليد ولم تحتسب. ان عدي ودي اخطاء في نص الملعب ممكن لاي حكم وراه يعني تمر عليه. ولكن بنروح للحالات المهمه ونشوف الحاله اللي بعد كده. شوف هنا حاله بردك من الحالات المهمه جدا جدا، ده متعمد. شوف اسلوب الدخول هنا يعني دي بردك اللي احنا بنتكلم فيها كابتن عادل كابتن علاء، اللعبه اللي هي بتاعت عمرو السوليه. وشوف هنا حتى الاسلوب الدخول يا كابتن هنا بتهور، وبقول محمد هنا كان لابد انك انت تشهر البطاقه الصفراء للاعب انبي. احنا بنجيب الحالات كلها، ما بنجيبش حاله وحاله لا. هنا في انذار مستحق للاعب انبي لم يشهر من الحكم. تاني هنا يمكن هو كمان حسب مخالفه وما خدش باله من التفاصيل اللي هي موجوده والعرقله موجوده والتهور موجود. نمر نروح للحاله اللي بعد كده. ستوب، هرجع تاني بس من فضلك لاحظ اصطدام الكوره. انا دايما بقول للحكم ايه يعني خليك دايما التكنيك الجري مهم جدا كابتن اسامه. انا لابد ان انا ما اجريش بظهري، يعني لابد ان انا يبقى عندي مهاره كابتن عادل ازاي ان انا اجري جري خلفي جري جانبي، ابص على الكوره اشوف الكوره جايه فين. لان انا النهارده لو محمد النهارده باصص على الكوره ممكن ياخد خطوه يمين خطوه شمال يتحرك بحيث ان الكوره ما تجيش فيه. ولكن انا جايب الحاله ليه؟ لان هنا بنقول ايه امتى الحكم يعمل اسقاط وامتى ما يعملش. طيب لو مشينا اللعبه هنلاقي ان اللي هنا راحت لمروان، هذه الكره لم تغير الاستحواذ النادي الاهلي، يعني هنا ايه راحت بردك لمروان وبالتالي هنا عمل استمرار اللعب. انما هنا تفرق لو راحت للاعب انبي يا كابتن اسامه وغيرت الاستحواذ، كان يجب الحكم ان هو يوقف ويعمل الاسقاط. تمام محمد، حاول انك انت تستخدم اسلوب الجري المتنوع ومنها الجري الخلفي. نمر على الحاله اللي بعد كده. يلا احنا بنتكلم على التسلل وعلى حكم مساعد رقم 2 محمد صلاح فتاح، ونشوف هذه اللعبه اللي يمكن مروان قطع من القلب. حاله من الحالات اللي محتاجه حكم يكون عنده تركيز، بوزيشن كويس اخر مع اخر ثاني مدافع، مركز لحظه التمرير ولحظه موقف التسلل. يعني النهارده لو الحكم مساعد واخد خطوه يمين كابتن ايمن او شمال ممكن اللعبه دي يشير عليها بالتسلل، ولكن انا بشيد محمد صلاح ثاني للمره الثانيه في ان هو كان مركز ان هنا نطلع الكره ونروح. يلا نمر نمشي وسمح باستمرار اللعب، ودي حاله تميز للحكم المساعد محمد صلاح فتاح، لم يشير على التسلل وقراره كان قرار صحيح. تمام حاله بعد كده. شوف الحكم هنا قريب، ودي بندي نموذج جيد جدا جدا للهدف بتاع اجايه. الهدف دوت انا بقول ده هدف للتدريس، هدف تحكيمي للتدريس. دايما الحكام في مثل هذه الالعاب ممكن تبص تلاقي حكم
اشار او صفر على مخالفه على جين، هو رفع رجليه. انا بس عايز اقول حاجه مهمه هنا، هو مين اللي راح للكره الاول يا كابتن اسامه؟ لعبه من الحلقه، لعبه من مهمه جدا جدا، نشوف مين اللي نجح في لعب الكره الاول. هنمشي نروح للحظه لعب اجيله الكره ونشوف هل كان في رجل من لاعب انبي معاه ولا كان هو اللي سبق ونجح في لعب الكره. بس هنا يا كابتن، هنا بنقول ان الهدف سليم 100% حتى لو كان رافع رجليه، انما هنا هو سبق ونجح في لعب الكره. الكلام دوت انت لو اللاعب المدافع حط رجليه مع اجاييه وحصل التلامس، قدروا ان هنا لعبه خطره واحسب ركله حره غير ماشي على اجاييه، ولكن هنا هدف اجاييه هدف سليم ونموذج جيد جدا من حكم وراه باستمرار اللعب ونموذج جيد للتدريس للحكام. اخر حاله تقريبا عندنا، وهنا نشوف هنا هل في تسلل ولا مفيش على لعبه محمود كهربا. محمد صلاح فتاح هو الحكم المساعد النهارده، ويمكن واخد مباراه من المباريات الجميله. شوف هنا كابتن، هنا هو محمد زي ما قلنا كابتن ايمن، وانت طبعا حكم وعارف، هو محمد خد القرار ان هنا في ايه؟ في تسلل. ممتاز، يعني هنا في تسلل بجزء والخط مبين ان هي تسلل. هنا بنقول للحكام ايه؟ خلي اللعبه توصل ويستمر، لان ممكن الكره دي تيجي جون ويكون قرارك مش صحيح. محمد طبق بالظبط مفهوم بروتوكول الفار، سمح باستمرار اللعب. هنمشي تمام، هنمشي كابتن سمير، نمشي بالحاله، سمح باستمرار اللعب وبعد كده اشار على التسلل طبقا لبروتوكول الفار. النهارده بامانه بشكل عام في البدايه قلت النادي الاهلي النهارده سهل مهمه طاقم التحكيم، وكان حظه حلو، النتيجه كمان كانت نتيجه كبيره، ولكن كمان الحكام النهارده كابتن ايمن ادوا بشكل رائع جدا، محمد يوسف ومحمد صلاح فتاح ومحمد عبد المجيد وكل طاقم التحكيم النهارده. اتمنى ان الاخطاء تبقى قليله في المباريات، وان يكون التدخل التحكيمي في الاخطاء بسيط، وان الفار في الحالات اللي هي مهمه بس يخش. ولكن انا شايف ان الفار النهارده نادر، انت حكم كبير لو ما عندكش زاويه واضحه جدا يا نادر من فضلك ما تجيبش الحكم وراه، ولكن بشكل عام اداء جيد لطاقم التحكيم. وتفي النادي الاهلي في اللي جاي، وتفي النادي الاهلي في مباراه الوداد ان شاء الله. دايما متعنا كابتن ناصر، وشكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. شكرا كابتن ايمن. كابتن بعد اذنك بس كنت عايز اقول حاجه بعد ما كابتن ناصر خلص. اتفضل. احنا طبعا لازم يعني نتمنى الشفاء لمحمد محمود. طبعا. يعني بصراحه موقف، طبعا انت عارف كلنا كنا لعيبه، وكانت اسوأ حاجه عندنا هي الاصابه، وخصوصا ان زي ما قال السيد عبد الحفيظ جات له اصابه وبعدين ما لحقش يرجع حتى الملعب، وراح جات له اصابه ثانيه ثم بعد ذلك عمليه. فنتمنى له الشفاء، وبناشد طبعا ان لازم اللعيبه كلها تقف جنبه الفتره اللي جايه، لان اللاعب انت عارف وهو مصاب بيبقى محتاج الناحيه النفسيه، ومحتاج ان الناس تقف معاه، ومحتاج اللعيبه والجهاز الفني كل النادي او كل مسؤولين النادي خصوصا فرقته وزمايله اللي بيبقوا معاه في التدريب يبقوا معاه. يعني ان شاء الله يرجع احسن من الاول باذن الله، كلنا ثقه في كده باذن الله ان شاء الله. بنهايه الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، وكلام الكابتن محمد يوسف بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي النهارده مباراه الاهلي وانبي، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-0. الف مبروك للنادي الاهلي. بنشكر نجومنا الكبار اللي امتعونا وشرفونا النهارده، الموهوب دائما كابتن علاء ميهوب، الف شكر. الف شكر. من الكبير كابتن أسامة عرابي، ألف شكر. شكرا لك، ألف شكر. المتألق دائما وأبدا كابتن عادل مصطفى، ألف شكر. ألف شكر. ونجمنا الكبير قوي 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 كابتن محمد يوسف، ألف شكر. شكرا كابتن. شكرا. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى واستوديو تحليلي آخر. لكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي.